في مدينة الجسور المعلقة قسنطينة حبيبتي. هنصدر البلاوي دي فين النهاردة؟ وهو بيبوس بيدرو سانشيز من بوجو. يعني هي اسبانيا متوضية، ما هو مفيش اقذر منها، خلي الراجل يلعب. قلت اصبر يلا، هو هيطلع ويكذب الخبر. الراجل بيقول انا نوضت الصباح، يعني انا صحيت الصبح لقيت نفسي مقتول هناك وانا قاعد هنا. ام اختار واحد ميت هيطلع ويقول لك انت كذاب ويحط صباعه في عينيك وتطلع خرمج. فمعلش بعد كده اصحى وانت بتنصب. بسم الله والحمد لله. اما بعد اعزائي المشاغبين الكوزينين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه حنينه من الكوزينه البينه. طبعا الاخبار يا اخواننا كتير ومعظمها زي الزفت، احنا بنفلتر كده علشان نشوفها نقول ايه. كل خبر من دول محتاج نعمل عليه حلقه، بس احنا مش فاضيين، فهنضطر نخلط كل الاخبار دي في الحلقه دي. نبدا من الجيش الوطني الشعبي الجزائري اللي بيأكد من الناحيه العسكريه الخامسه في مدينه الجسور المعلقه قسنطينه حبيبتي، بيأكد على التصدي لظاهره تهريب المخدرات والمهلوسات وكل الحاجات الجميله دي بكل انواعها الى الجزائر. والصراحه ربنا يكون في عونهم، في ناس مش وراها شغلانه بعد صباح الخير او صباح الزفت على دماغهم غير ان هم يفكروا هنصدر البلاوي دي فين النهارده. مش بس الجزائر، تونس، اوروبا، امريكا، ولا شغل ناشونال، شغل مالتي ناشونال. سبحان الله العمليه ماشيه معاهم زي السكينه في الحلال. خبر تاني عن هاشتاج بيقول انه المغرب عميله لاسرائيل. والصراحه انا فريت في الهاشتاج علشان افهم هم قصدهم على ايه بالظبط. لقيت اخر حاجه او اجدد حاجه رقصه غريبه لوزير حرب اسرائيلي بيني جانتس بيرقص في المغرب. يعني هم نازلين ضرب في اخواتنا هناك وده جاي يرقص هنا. والله ما اعرف هو اصلا الهاشتاج معمول على الرقصه دي ولا على بلاوي ايه تاني، مش فاهم. اللي فاهم يكتب لي في التعليقات. الخبر اللي بعده، جداريه جديده في اسبانيا. ولما نفتكر الجداريه في اسبانيا نفتكر الجداريه الاولى اللي كانوا راسمين فيها ايام الانتخابات، وهو بيبوس بيدرو سانشيز من بوجو. المره دي جايبين له صوره، بس الحمد لله ما بيبصش حد، جايبين له صوره وكاتبين جنبه ارفع يديك القذرتين عن اسبانيا. يعني هي اسبانيا متوضيه، ما هو مفيش اقذر منها، خلي الراجل يلعب. اما اكتر حاجه حبيتها النهارده، وسبحان الله بعد ما كتبت الحلقه امبارح قلت اصبر يلا لما يحصل اللي حصل ايه، الحلقه بتاعت عين الصفرة والراجل بن طالب احمد الشاب الجميل اللي بطاقته ضاعت من 7-8 سنين، ليجي امبارح نفسه مقتول في غزه وخاين وعميل، والجزائري اللي بيحارب مع الكيان اللصوص، قلت اصبر يلا هو هيطلع ويكذب الخبر. الحمد لله الراجل ما كدبليش خبر وطلع عمل فيديو امبارح كسر الدنيا. الراجل بيقول انا نوضت الصباح، يعني انا صحيت الصبح لقيت نفسي مقتول هناك وانا قاعد هنا، كل الموضوع علشان خاطر بطاقتي ضاعت وحسبي الله ونعم الوكيل. وبيطالب من الدوله الجزائريه ان هي تتصدى لمثل هذه الاشاعات والاخبار المشؤومه اللي بتجي لهم من كل حدب وصوب هناك في الاراضي المحتله ومن جنبيهم من ناحيه الشمال. وبيقول ان الاشاعات دي سببت له مشاكل في المنطقه اللي هو عايش فيها وفي المكان اللي بيخدم فيه، يعني المكان اللي بيشتغل فيه. وانا من مكاني هذا بقول للاخوه النصابين الصهاينه، بعد كده يا جماعه لما تبوا تفكروا تعملوا حركات مشابهه، ام اختار واحد ميت، يعني الميت ده لا بيصد ولا بيرد ولا هيطلع يقول لك ان انت كذاب، انما واحد ما شاء الله في العشرينات يعني لسه عايش هيطلع ويقول لك انت كذاب ويحط صباعه في عينيك وتطلع خرمج. فمعلش بعد كده اصحى وانت بتنصب. اما اخر خبر في حلقتنا النهارده، فناس مطلعه صوره في المالديفز بتقول لك انه في بان للباسبورت الاسرائيلي، يعني ممنوع دخول حاملي الجوازات الصهيونيه، ومش عارف ليه يعني تحديدا عينهم من المغرب، ما اصل الجزائر منعه، فمين اللي باجي في المنطقه دي؟ المغرب. عاوزين المغرب تبقى زيها زي الجزائر وزي المالديفز وزي كام دوله تانيين منعين دخول حاملي الجوازات الصهيونيه. وعلى العكس زي ما في ناس بتطالب بمنعهم، ناس بتقول تمنعوا مين؟ انتوا مجانين ولا ايه؟ هو مين هيمنع مين من ايه؟ صباح الخير. والى هنا عزيزي المشاهد الجميل، تبقى متابعه حلقتنا الجميله النهارده، ونتمنى تكون عجبتكم. لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتابعونا، وكالعاده هنسيب في اول تعليق رابط صفحتنا دي على الفيسبوك اللي انتوا مش عاوزين تشتركوا فيها، واحنا مش هنشتغل فيها لما توصل 1000. فهي دلوقتي 300 وحبه، فان شاء الله تهجموا عليها هجمه كده توصلوها 1000 علشان نبدا نشتغل على الفيسبوك اللي اصلا بيمنع المحتوى بتاعنا من اساسه، فهنروح نزيع هناك المحتوى السياحي اللي صورناه في الجزائر السنه اللي فاتت.